حلب إلى دمشق، حملوا معهم صوراً عن الشهباء الجميلة، عن مدينة الصمود والحياة، فعجت جدران صالة ألف ونون بلوحات تنبض برسالة الفن السوري. لم أسمع كلمة شكوى، لم أسمع كلمة دم، لم أسمع كلمة قهر، سمعت فقط عن سر صمود الإنسان السوري وسر صمود مدينة حلب وسر صمود سوريا، هو إيمانه بهذه الحضارة وبهذه العراقة وبهذا الجمال وبهذا الإنتاج. وأكبرت فيهم أنهم كلهم يعيشون في حلب وكلهم ينتجون رغم الألم، ولكنهم ينتجون المحبة وينتجون الجمال وينتجون الخلود. وأنا أعتقد أن هذه قيمة عالمية يمكن لسوريا أن تساهم في تصديرها إلى كل أرجاء العالم. احتضان للمفردة التشكيلية الحلبية بهذه الأزمة هي مؤشر على أنه ما زال الحلبيين ينبضون بالطاقة، ما زالت الثقافة الحلبية رغم الحرب والعنف والإرهاب اللي عم يتمارس عليها ما زالت هي مفردة فعالة، والفن هو أحد أهم رموز تأريخ هذا المشهد. علماً الظروف الموضوعية ضمن مناخ حلب صعبة جدا جدا للغاية، لكن الفنان أصر برغم الظروف الصعبة كلها حبه لبلده أنه يشارك بهالمعرض. هي رمز من رموز حلب وهي رمز القوة، إلا أنه أنا بالعمل تبعي حولتها لشيء بيشبه المعبد لأنه حريص على المحبة والجمال والسلام. عبارة عن رسائل ورقية من أطفال إلى العالم بإنهاء الحرب، رسائل كانت حقيقة كانت حادثة كتير حقيقية من أولادي، إنه كانوا بيبعتوا بعض الأمنيات وبيحطوها كرسائل، فأنا أخذت هذا الموقف كانت كتير متأثر فيه وحبيت أقدمه بهالفترة هاي. بعدت عن مظاهر الدم والدمار وحاولت أقول لا، إنه الطفولة موجودة والبراءة موجودة ولازم يكون في إيجابية وحب للحياة لنقدر نستمر. بيمثل حالياً مدينتي مدينة حلب، حلب الجريحة بهالفترة اللي هي بتمثل لوحة الحصان، الحصان المكسور أو المجروح هي الموت، لكن من الموت بيرجع بينطفئ الإنسان وبيرجع من جديد يعني. فحبينا نثبت وجودنا بهذا المعرض كفنانين إني موجودين لآخر لحظة إن شاء الله. لم يستطع الإرهاب أن يستهدف روح الحياة في حلب، بل بقي أهلها يحملون معهم حب هذه الأرض إلى كل مكان.